سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا جات منح ماليزيا كنا من أوائل الدفع المشينا من السودان لماليزيا اللي هو كان شبه تعويض لنا في أنه يعني نمشي ندرس الدراسات العليا في ماليزيا وكان حتى ماليزيا أول نقلة لها في عملية أنها تفتح جامعات للطلاب من خارج ماليزيا وماليزيا في الوقت داك سياسات محاذير محمد أنه يستثمر استثمارات كبيرة جدا في مجال التعليم من التعليم الأساسي للتعليم الجامعي للبحث العلمي فكنا الرعيل الأول النال ميزة إنه نحن نكون في ماليزيا وفي الجامعة التكنولوجية في ماليزيا اسمها University Technology Malaysia وهي من أكبر الجامعات بالمناسبة وترتيب العالم الآن أصبح مميز جدا فلما كنا نحن طلبة International Student جايين من برا كنا بنقعد في ترابيزة واحدة عشان نأكل في صفرة الآن ذهبت زيارة بعد دعوة من الجامعة عشان أقدم محاضرة فيها فوجدت إنه عدد الطلاب الأجانب يفوق الآلاف يعني تحولت من إنها كنا أفراد بنقعد في ترابيزة واحدة طلبة كان من أفريقيا ده لو طبعا ما حسمنا الطلبة اللي هم جايين من جزء بتاع آسيا بنغلاديش وأندونيسيا وكده اللي هم أيضا كانوا ما بعدد كبير لكن حضرنا النقلة بتاعت ماليزيا في مجال البحث العلمي وكنت سعيد جدا بأنه اشتغلت مع واحد يعني محظوظ أنا والله اشتغلت مع بروفيسور محمد إبراهيم عبد المطلب وبروفيسور محمد إبراهيم عبد المطلب دي كان شاب وجاي من الدكتورة بتاعته من بريطانيا من جامعة مانشستر وأنا كنت شخص جاي من السودان وكان عندي مشكلة بتاعت بحث محددة أنا بديتها لما كنت طالب في جامعة الخرطوم في السنة النهائية فإنه في السودان المنطقة الصناعية والمصانع وكده بقت إنها الزيوت المستخدمة في المحركات وفي الماكينات بنسميها اللوبريكيتينج أويل زيوت المحركات دي بقوا الناس يدفقوها إلى أن وصلت نهر النيل وعملت تلوث كبير جدا في نهر النيل فكنت كطالب في الهندسة الكيميائية حريص جدا في أنه أطور تقنية بتساهم في عملية تجميع الزيوت دي وتحويلها لحاجة مفيدة عشان ما يحصل منها تلوث عشان ما تلوث البيئة وكذا فاشتغلت فيها مشروع التخرج في جامعة الخرطوم ونلت فيها الجائزة بتاعت أفضل مشروع تخرج في الهندسة وبعد ذاك جيت أغنحت المشرف بتاعي بروفيسور إبراهيم عبد المطلب وهو كان دكتور الوقت ذاك أستاذ مساعد جست جاي من الدكتورة بتاعته بأنه ياخذ المشروع ممكن يكون مشروع مميز جدا فسبحان الله يعني هو كان بيؤمن بي يعني هو عندهم بحوث محددة في الكلية وهي مدعومة وماليزيا عندها يعني اهتمامات في مجال البالم أويل كان في ماليزيا الوقت ذاك عنده اهتمامات كبيرة خصوصا في مجال الهندسة الكيميائية لكن هو يعني دعمني في عملية البحث دي والحمد لله بقى واحد من أنجح المجالات وبعد ذاك دورت في ماليزيا وقدرنا نطور تكنولوجيا بتستخدم المذيبات بنسميها solvent extraction technique والورقة العلمية اللي أنا نشرتها معاه وأنا طالب للماجستير إلى الآن واحدة من الأوراق العلمية اللي يعني الناس بيشيروا لها في المجال بتاع تطوير التكنولوجي فكانت بالنسبة لي تجربة جميلة جدا وظلت علاقتي طيبة جدا ببروفيسور إبراهيم عبد المطلب إلى اليوم اللي هو كان المشرف علي في الماجستير وبعد ذاك كانت عندي خيارات محددة القصة بتاعت إنه هل أستمر في ماليزيا وأواصل لدراسة الدكتوراه أو أحاول أشوف لي مجالات أخرى وطبعا كان عندنا ظروف محددة أول حاجة القصص بتاعت أنا عندي التزام أسري
محدد بوالدي، وللأسف الشديد يعني هو لما جات الحكومة بتاعت الجماعة ديل فصلوهم الاثنين من العمل. فقصتي انه ماليزيا كان للأسف ايضا الحكومة قصة التحويلات توقفت لفترات طويلة، فكان لازم اخذ لي قرار محدد بانه كيف اقدر اعمل الحاجتين مع بعض، انه انا التزامي الاسري مع التزامي للدراسات العليا. فجاتني فرصة بتاعت العمل كباحث علمي في جامعة الملك سعود في الرياض في مشروع كبير جدا، وكان فيه أيضا شركة سابك واللي هي واحدة من أكبر الشركات البتروكيماويات في العالم، وهي شركة سعودية، السعودية مشهورة بأرامكو للبترول وسابك للبتروكيماويات. وكان في مشروع بحث مميز جدا، فقررت بأنه يعني ما حقدر، رغم أنه في ماليزيا أدوني المنحة الداخلية بتاعت الجامعة لأنه أنا حضر الدكتوراه، لكن كان من الصعوبة لي. وأيضا كانت زوجتي عندها اهتمامات، هي طبيبة، وكانت ففي ماليزيا جبنا بنتنا الأولى اللي هي ريان، وريان اتولدت في مدينة جوهور بارو في ماليزيا في آخر فترتي بتاعت الماجستير، وكانت يعني حول تجمع طيب جدا من الأخوان والأخوات في جوهور بارو، وعشنا أيام طيبة جدا في ماليزيا بصداقات طيب إلى الآن أنا محتفظ بها. لكن قررنا في سنة 98 إنه نمشي على السعودية، وأنا أبقى مساعد باحث الوقت ذاك، ومن ثم هي تحولت لمحاضر في جامعة الملك سعود قسم الهندسة الكيميائية، واشتغل في هذا البحث العلمي. وكنت سعيد خالص إنه اشتغلت مع واحد من أفضل العلماء السودانيين في مجال هذا المجال اللي هو مجال المحفزات، بروفيسور أحمد أبا سعيد، وإلى الآن هو بروفيسور في جامعة الملك سعود بالرياض. وبروفيسور أحمد أبا سعيد وأنا جاي باحث جديد عمل لي إضافات كبيرة جدا وتعلمت منه الكثير. واحدة من الحاجات اللي أنا استفدت منه فائدة كبيرة جدا بروفيسور أحمد أبا سعيد في إنه كيف إنك تأسس للبحث العلمي بصور يعني منظمة، وكيف إنك أنت تبني خطواتك ويكون أهدافك واضحة مستقبلا. وطبعا يعني بعد كذا سنة في السعودية والحمد لله كان وفقت، كان معي والدي ووالدتي، فسبحان الله إنه كل القرارات يعني حصلت إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد بينا الخير. يعني هو في جزء كبير جدا فيه خطورة عالية، نحن نسميه هاي ريسك ديسيجن ميكينج، إنه أنت في وقت محدد في حياتك بيكون عندك مرحلة بتاعت استقرار محددة، وإنك كيف تمشي منها لمرحلة تانية بكل خطورتها. فلكن فسبحان الله يعني فربنا أكرمنا، يعني الواحد كان بيستخير وكان بعاين لحاجات، وبما إن الأهداف كانت نبيلة فربنا سهل لنا طرق. يعني النية كانت سليمة جدا، يعني نقلتي من ماليزيا مع إنه كان ممكن أواصل للدكتورة، وأنا انتهيت من الماجستير بسرعة كبيرة مقارنة بزملائي الموجودين، لأنه كان أيضا الكلشر بتاع التعامل ما بين المشرفين هناك والطلبة الجايين من برا كان ما سهل. لكن أنا كنت موفق في أنه يعني البروفيسور بتاعي كان شخص متفهم جدا وكان بيثق فيني جدا، وعملنا شغلنا سريع جدا، فتخرجت سريع مقارنة بزملائي التانيين يعني بسرعة. فكان أنه هل أنا أواصل للدكتورة؟ ده كان سؤال مهم جدا، وكان متوفر لي الظروف. لكن التحدي الأكبر كان التحدي الأسري من جانب الوالد والوالدة ومسؤولياتي تجاههم، فأنا الابن الوحيد لهم، وأيضا زوجتي اللي هو من المفترض انه كان طبيعة شغلها في الوقت ذاك ماليزيا ما قدرت للأطباء تحدد انه كيف يقدروا يشتغلوا في ماليزيا المتخرجين من خارج ماليزيا، لكن السعودية كان حيضيف لها فرصة، فقررت انه انا امشي على السعودية. ويعني كان قرار طبعا فيه تحديات انه حمشي اشتغل في جامعة، لكن هو لانه مربوط بالبحث العلمي يعني اكتسبت تجربة مميزة في مجال البحث العلمي في مجال دراسة الماجستير، فشعرت انه رغم انه المجال مختلف اللي انا ماشي له، لانه مجال بيتعامل بانه كيف الغازات اللي بتطلع في صناعة البترول بدل ما نفكها في الهواء عشان تأثر على البيئة، انه كيف نعيد استخدامها نطلع منها منتجات تبقى إضافة كبيرة جدا للصناعة. فأيضا كان تحدي كبير وفي مجال مختلف يعني مجال المحفزات، لكن كنت يعني موفق زي ما قلت لك بأنه اشتغلت مع بروفيسور أحمد أبا سعيد اللي هو ساعدني في العملية بتاعتي إنك أنت تؤدابت كويك، وبعد ذاك قدرت في فترة وجيزة ربنا وفقني أيضا إنه أقود العملية بتاعت البحث ونطلع براءات اختراع،
وبراءات الاختراع دي تكون إضافة كبيرة جدا لهذا المجال، وأيضا الأوراق العلمية، وأيضا التواصل الحصل يعني في داخل وخارج الرياض. وفي فترة أيضا وجيزة كان عندي تحدي أكبر تاني، ما هو يعني الحياة هي مجال بتاعت تحديات. فأنا معاي أبوي وأمي في الرياض كانوا، وأيضا زوجتي بدأت تشتغل وكده، فبقى التحدي لي إنه هل أنا أستمر بالماجستير، وهو جوب يعني هي وظيفة مستقرة جدا في جامعة الملك سعود، وأصبحت محاضر وشغال أيضا مع سابق في مجال البحوث، فبقت حاجة بين اثنين، فهل أنا أستمر؟ فتجربة الملك سعود كانت مميزة من حيث أنه البحث كان على صلة بشركة كبيرة زي سابق، وقدرنا في فترة وجيزة نعمل إنجازات، كانت إنجازات كويسة جدا، وبعد ذلك يعني ساهمت في إضافات للعملية بتاعت التكنولوجيا بتاعت التحول دي. لكن في فترة بتاعت أقل من 3 سنين خيارات كانت صعبة في أنه هل أواصل في جامعة الملك سعود ك يعني محاضر و أحاول أحضر عن طريق بريطانيا وكذا، ولأنه أنا أمشي أمريكا، وأمريكا على سنه أنا أدرس للدكتوراه في المؤسسات العريقة والكبيرة، وأمريكا طبعا هي مركز العالم في المجال التخصص بتاعي. فيعني دي واحدة من إنك أنت بتتخذ القرار اللي هو بيجي بخطورته. خطورته كانت في إنه أنا معاي والدي ووالدتي في الرياض في السعودية، وزوجتي شغالة، فلما نمشي أمريكا حتكون تجربة لي كطالب، وحكون طالب دراسات عليا، وأيضا عندي يعني زوجتي حتبدأ مثار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، محتاج لي عشان إنها تشتغل كطبيبة، وأنا من المفترض إنه أقدر أوفر الدعم اللازم لوالدي في فترة دراستي العليا. وكان تحدي كبير جدا، لكن سبحان الله كان أيضا من القرارات السليمة الواحد أخذها في حياته. فمشيت على ولاية ألاباما في أكبر جامعة هناك اسمها جامعة أوبون. البلد الأجمل ما يكون، أنا عيني رايداك يوهاك، ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية، البلد المعف منك اثنين والناس كلها مساوية، لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاويه، أجمل زاوية.